السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هبدأ معاكم أول محاضرة من محاضراتنا في الفسيولوجي اللي هي في الموديول بتاعنا الماسكل سكريتال. هنتكلم عن المسل فسيولوجي. طيب المسل فسيولوجي هنا هتكلم عن إيه؟ أنا هتكلم عن وظيفة اللي هي العضلات اللي هي الفسيولوجي يعني فانكشن. فلما تيجي تتكلم عن الفسيولوجي وانت واخد أناتومي واخد هيستولوجي يبقى انت بالتأكيد هتاخد اللي هي الفانكشن. طيب وبما انك هتتكلم عن الفانكشن لازم يكون عندي في الباك جراوند بتاعي برضو اللي هي شيء من الهيستولوجي ومن الأناتومي علشان أقدر أفهم اللي هي الفانكشن. فعندي العضلة هنا العضلات بتاعتي اللي هتكلم عنها أو موضوعي في الموديول هنا هي العضلات إيه؟ هي العضلات اللي هي السكيلت المسل أو بتسميها العضلات الهيكلية. طيب العضلات دي هنا هي بتتميز بإيه؟ فقال لي إن العضلة دي اللي هي عبارة عن تشو، التشو دي شورتن، فلما بتقصر دي فولوب تنشن، والتنشن ده بيكون نتيجته أو بيؤدي الموفمنت هيعمل حركة. طيب هنا المسل دي هنا كسل إحنا اعتبرناها إكسايتبل سيل. يعني إيه كلمة إكسايتبل سيل؟ كلمة إكسايتبل سيل أو كلمة اللي هي الإكسايتبل excitability ده expression أنا تعودت عليه في النورمال ستراكشر، إن الأورجن أو اللي هي السيل لما يوصل لها اللي هي استيمولس مناسب تبتدي يحصل لها فيها ريسبونس. طيب هنا الاستيمولس اللي بيوصل للعضلة إيه؟ اللي بيوصل اللونج النيرف فايبر، ده الموتور نيرف فايبر، بيوصل الإشارة للمسل سيل، فالمسل سيل بتستجيب إن بيحصل لها إيه؟ بيحصل لها contraction. يبقى دي هي كلمة الإكسايتابيليتي أوف المسل سيل. طيب العضلة دي هنا هتكون عندي بس في جسمي عضلات اللي هي سكيليتال بس، ما فيش أي نوع تاني من العضلات؟ قال لي لا، عندك نوعين كمان من العضلات، عندك كاردياك مسل وعندك مين؟ عندك سموث مسل. يبقى في ثلاث أنواع من المسل تشو: سكيليتال، كاردياك، وسموث مسل تشو. طيب احنا هنتكلم عن ايه فيهم؟ احنا النهاردة او اللي هي في الموديول زي ما اتفقنا هنتكلم عن السكيليتال مسل، العضلات الهيكلية اللي موجودة عندي. طيب احنا هنشوف ايه؟ قال لي هتعرف بس فين الكاردياك مسل. الكاردياك مسل في اورجن واحد هو الهارت اونلي. طيب وفين اللي هي السموث مسل؟ السموث مسل في الانترنال اورجن. زي الانترنال اورجن مثلا زي اللي هي الجي اي تي الاورجنز الموجودة فيها، او لو عندي ايه؟ قال لي لو عندي كمان اللي هي البلاد فيسل فهو بيبقى موجود في الوول اوف البلاد فيسل. طيب اللي بيرابط بين الثلاث انواع دول من العضلات ايه؟ قال لي هنا هنبتدي نقول في عضلات هنقول عليها استرييتد مسل وان استرييتد مسل. يعني ايه كلمه استرييتد مسل؟ استرييتد مسل هي العضلات المخططه، هلاقي فيه هنا استرييشن اللي هي تخطيط معين. طيب والان استرييتد ما فيهاش التخطيط ده. طيب مين العضلات اللي اشتركت في انها تبقى استرييتد مسل؟ قال لي السكيليتال مسل والكاردياك مسل، الاثنين دول عندك هيبقوا ايه؟ هيبقوا استرييتد. طيب والان استرييتد مسل هتبقى مين؟ قال لي دي السموث مسل. طيب هل في حاجة تانية أقدر برضو أربط بيها اللي هي المسل دول؟ قال لي طيب هنا عندك السكيليتال مسل دي بنقول عليها إيه؟ بنقول عليها عضلات هيكلية. دي عضلات هتبقى تحت اللي هي إرادتي، هتسميها كلمة فولانتري مسل. لكن الكاردياك مسل اللي هي هنا الهارت وشغل الهارت، والسموث مسل اللي في الانترنال أورجن، دي عضلات مش تحت الإرادة بتاعتي، هتبقى إيه؟ انفولانتري مسل. يبقى أنت قسمت التلات أنواع من اللي هي العضلات. عندي النوع اللي هي الاول اللي هي السكيليتال مسل، في اللي هي النوع الثاني كاردياك مسل، النوع الثالث عندي كان السموث مسل. طيب السكيليتال مسل والكاردياك مسل اشتركوا في حاجه الاثنين مع بعض؟ قال لي اشتركوا في ان هم عضلات اللي هي المخططه او استرييتد مسل. طيب والسموث مسل؟ قال لي لا، السموث مسل دي كانت الانستريتد. طيب من حيث لو قلت لك العضلات دي فولانتري او انفولانتري، فولانتري يعني اللي هي اراديه، والانفولانتري حاجة لا إرادية. طيب هنا اللا إرادي طبعا لوجيك، ان انت عارف ان انت الهارت عمرك ما بتتحكم في الكونتراكشن بتاعته، ولا السموث مسل اللي موجودة في الانترنال أورجن، فتبقى السموث مسل والكاردياك مسل دول انفولانتري، والسكيليتال مسل هقول عليها ايه؟ هقول عليها فولانتري مسل. طيب قال لي هنا لو بصيت لجسمك وشفت هنا قد ايه من وزن جسمك بيعتبر ليا عضلات، فاللي هي التلات انواع من المسل تيشو دول بيمثلوا حوالي 50% من وزن جسمنا. 50%. طيب لو قلت مين اللي واخد النسبة الكبيرة، هقول ان السكيليتال مسل هي اللي بتاخد النسبة الاكبر. 40% من اللي هي الوزن عبارة عن السكيليتال مسل اللي هي استرييتد اند سبجكت تو الفلانتري.
فولانتري، عرفت ان هي فولانتري يعني اللي هي عضلات اراديه، والاستريشن او التخطيط ده انا هعرفه دلوقتي في المحاضره ان شاء الله. طيب يبقى ال10% الباقيين باقيين لمين؟ قال لي باقيين اللي هي بيمثلوا الكاردياك ماسل وبيمثلوا معايا السموث ماسل، دول اللي هم ال10% اللي باقيين. يبقى ال10% اللي اتبقوا هم للكاردياك ماسل والسموث ماسل. طيب نبتدي بقى نقول هنا عايزة اتعرف واشوف هي العضلات دي اللي هي او السكيليتال ماسل هيكون وظيفتها ايه. طب ما في وظيفتين انت هتروح عاملهم على طول، هو مين اللي بيخليني اتحرك؟ الحركة دي هعملها عن طريق مين؟ الموفمنت دي عن طريق السكيليتال ماسل، فدي بسميها كلمة لوكو موشن. لوكو موشن اللي هي الحركة ان هيبتدي جسمي يتحرك. طيب وغير اللوكو موشن هنا انت من غير السبورت اللي هتعمله لك اللي هي الماسل ما كنتش اقدر ابقى واقفه اجينست اللي هي الجرافيتي اللي موجوده. فهنا دي عندي تاني حاجه للجسم بالنسبه لي، يبقى الحاجتين المعروفين ان انا ابتدي اتحرك وسبورتنج اللي هي البودي بوشر. طيب في حاجتين تانيين هتتعرف عليهم ان شاء الله برضو السنه الجايه في اللي هي الميتابوليزم والسي في اس. اول حاجه اللي هي الهيت ريجوليشن. طيب هل هي ليها علاقه بهيت ريجوليشن؟ ويعني ايه هيت ريجوليشن؟ هيت ريجوليشن تنظيم درجه حراره جسمك. فانت تخيل بمثال بسيط جدا، في اثناء البرد انت بتلاقي في حاجة بتحصل اسمها ايه؟ اسمها شيفرينج. شيفرينج اللي هي الرعشة اللي بحس بيها، دي عبارة عن اللي هي سبتانيك كونتراكشن او انكمبليت كونتراكشن. عضلات بتعمل كونتراكشن بسيط، ده بتزود او ترفع من درجة حرارة جسمك فتحافظ على درجة حرارة جسمي، فيبقى ليها دور فيها، يعني تعمل اللي هي ايه، بتعمل ريجوليشن. فانت هتعرفها دلوقتي ان هي ليها رول وتعمل هيت ريجوليشن. طيب وليها ايه كمان؟ قال لي فينس ريتيرن. قال لي لان العضلات دي لما بتنقبض وبتضغط على الفين اللي موجود هنا جنبها فبتدفع الدم وتساعد على رجوعه للهارت، فدي بنقول انها هيلب الفينس ريتر. الاثنين دول ان شاء الله نتعرف عليهم بالتفصيل في سنه تانية ويبقوا بالنسبه لك اللي هي معروفين وسهلين وانت فاهمهم. يبقى الفانكشن بتاعه اللي هي المسل اللي هي قلنا لوكو موشن والسبورتنج للبودي بوستشر والهيت ريجوليشن وهيلب الفينس ريتر. طيب قال لي ابتدي بقى اعرف تركيب العضله. طب قال لي ما انا عارف تركيب العضله في الهيستولوجي، فاقول لك انا طبعا هنا هاخد التركيب بتاع العضله بحيث ان احنا هناخد الحاجات اللي هي هتخدمنا في الفسيولوجي وطبعا هتكمل عليها انت من الهيستولوجي. فلو بدات اخد عضله هنا زي اللي هي الباي سيبس اللي موجوده عندي، وهنا باي عضله بتبقى ليها انسرشن في البون اللي هو عندي هنا، دي اللي هي التندون ودي اللي هي بتثبت اللي هي العضله. هاخد العضله دي واطلعها هنا بره كده وابتدي اشوف هي فيها ايه العضله. فقال لي هنا المسل دي بتبقى على طول كفرد بايه؟ قال لي كفرد بالكونكت تفتش الطبقة الخارجية اللي بره، ولقيتها متقسمة للي هي مجاميع أو باندل. الباندل دي عبارة عن باندل من المسل سيل، اللي هي الباندل دي هسميها كلمة ايه؟ هسميها كلمة اللي هي الفاسيكلز. يبقى الفاسيكل هي عبارة عن باندل اوف مسل سيل. طيب هاخد اللي هي وان فاسيكل منهم دي واخرجها بره، بلاقي ان الفاسيكل دي برضو بتبقى ايه؟ بتبقى كفرد بكونكتيف تيشو من بره. طيب والفاسيكل دي جواها ايه؟ قال لي جواها برضو باندل من المسل ايه؟ باندل من او حزمه من اللي هي المسل فايبر. المسل فايبر هي كلمه مسل سيل. طيب المسل سيل دي اللي انا خدتها هي عباره عن ايه؟ قال لي المسل سيل دي لارج الونجيتد وسلندر ان شيب. المسل سيل دي اللي هي او اللي هي كلمه مسل فايبر هي اللي هي واحده اللي هي الموجوده. لو انا فتحت كونكتيف تيشو اللي هو الخارجي اللي موجود عليها هلاقي فيه طبقه اللي هي او ممبرين، بقول ان الممبرين ده هو مين؟ ده اللي هو السيل ممبرين بتاعها. السيل ممبرين بتاع العضله بيتسمى ايه؟ بيتسمى اللي هو الساركوليما. ساركوليما السيل ممبرين اوف المسل. كلمه اللي هي ساركو اللي هي هنا دي معناها اللي هي مسل. طيب والساركو لما هنا دي او السيل ممبرين لما برفعها بلاقي في موجود هنا عندي ايه؟ شبكه من اللي هي السموث اندوبلازميك ريتيكولم. بنسميها السموث اندوبلازميك ريتيكولم بسميها ايه؟ بسميها ساركو بلازميك ريتيكولم. الساركو بلازميك ريتيكولم هي عباره عن ايه؟ عباره عن سموث اندوبلازميك
ريتيكولم، بس قال لي بس موديفايد علشان تعمل ستورج اللي هي للايون مهم جدا اللي هو الكالسيوم ايونز. طيب والكالسيوم ايون ده ايه اهميته؟ قال لي من غير الكالسيوم ايون ده انا ما بقدرش اعمل كونتراكشن في العضله. يبقى هنا اللي هي الساركوبلازميك ريتيكولم دي موديفايد السموث اندوبلازميك ريتيكولم، بتعمل ستورج للكالسيوم ايون اللي هيساعدني في عمليه الكونتراكشن. طيب اللي هي دي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن وحده ماسل فايبر. لو خدت منها وحده ماسل فايبر هنا جواها ايه؟ قال لي جواها برضو حزم من المايو فايبرز. مايو فايبرز دي اللي هي الاقل حاجه او اللي هي سمولست يونت اللي موجوده عندي في العضله اللي خدتها وكبرتها. طيب اخدها بره بقى المايو فايبرز اللي هي الموجوده عندي واشوف هي عباره عن ايه. فقال لي اللي هيميزها اللي هي الالترنيشن بتوين اللايت والدارك، دي اللي هي بلاقي في اريا هنا لايت اريا فولد باي دارك اريا، في لايت فولد باي ايه فولد باي دارك. يبقى اللي هي ده كده اللي هو التخطيط اللي قلت لكم عليه، عشان كده بسميها ايه؟ بسميها ان هي استرييتد او فيها استرييشن. طيب هي هنا الالترنيشن ده جه نتيجه لايه؟ قال لي هي المايو فايبرز هيبقى فيها نوعين من اللي هي البروتين، في النوع الاول بسميه اللي هي اللي بيعمل ثيك فيلمنت اللي هي هسميه كلمة اللي هي المايوسين، والنوع الثاني اللي هو السين فيلمنت اللي هنقول عليه كلمة الأكتين. يبقى دول نوعين بروتين اللي أنا هدرسهم وموجودين في المايو فايبرز. طيب شوف بقى البندنج باترن اوف ساركومير، يعني ايه كلمه اللي هي البندنج باترن؟ البندنج باترن هي الالترنيشن بتوين اللايت والدارك اللي كانت واضحه عندي. عمليه الاستريشن دي في ليه اماكن فاتحه وليه في اماكن بتبقى دارك او غامقه. طيب هبتدي اخد وحده ايه؟ قال لي ده جزء من المايو فايبرز اللي انت قلتوا عليها، هي المايو فايبرز دي خدتها اللي هي ادق وحده اللي موجوده جوه اللي هي المسل فايبر اللي هي المسل سيل اللي متكونه من مجموعه او حزمه من المايو فايبرز. خدت جزء منها او بارت منها، فهلاقي هنا اول حاجه هعمل عليها كومنت ايه؟ هقول ان انا عندي هنا اللاين، اللاين ده عامل زجزاج لاين، الزجزاج لاين ده اللي هو المرسوم هنا على الجنبين اللي عندي هنا ده والناحية التانية الزجزاج لاين ده هسميه ايه؟ قال لي هسميه الزد لاين، زد لاين او تتسمى كلمة اللي هي الزد ديسك. يبقى دي اول حاجة انا هنا هعمل عليها كومنت. طب وليه دي اول حاجة؟ قال لي لان هي دي البداية عندي اللي هي اول وحدة عندي اللي هسميها كلمة ايه؟ قال لي هتسميها كلمة ساركومير. يبقى هنا اللي هي المايو فايبرز عبارة عن وحدات من الساركومير، يعني عندي هنا في الوحدة نمبر 1، في هنا نمبر 2، في هنا نمبر 3. طيب اللي هي الوحدة الساركومير اللي موجودة عندي هنا دي لو حبيت ان انا اعمل فيها او اشوف هي عبارة عن ايه، فهيبقى واضح عندي اولا نوعين البروتين الموجودين. عندي نوعين من البروتين، البروتين اللي هو واضح عندي اللي هو البنك اللي موجود في الميدل اوف الساركومير اللي انا بشاور عليه ده، ده هسميه ايه؟ هسميه ثيك فيلمنت اللي هي ده كده اسمه الثيك فيلمنت او اللي هو المايوسين. طيب اللي هو موجود فين؟ قال لي ده موجود في الميدل اوف ساركومير، موجود عندي فين؟ في الميدل اوف ساركومير. طيب النوع الثاني اللي هو البلو اللي موجود عندي هنا ده كده اللي هي ده البلو ده اللي هو هسميه ايه؟ قال لي هتسميه اللي هو الثين فيلمنت. طيب الثين فيلمنت ممكن نطلق عليه دلوقتي كلمه اكتين وهيبقى اللي هي ليه تفصيل كتير. طيب الثين فيلمنت اكستندد منين؟ قال لي اكستندد من الزد لاين اللي هو قلنا اللي هو الزجزاج لاين اللي موجود عندي، يبقى اكستندد من اللي هي الزد لاين وبيمشي هنا اوفرلاب اللي هي المايوسين فور ايه؟ فور ا سيرتن ديستانس، مش في كل اللي هي مش بطول اللي هي المايوسين كله، لا ده هنا اوفرلاب في بارت منه. طيب يبقى انا خدت هنا اول حاجه اللي هو تو تايب اوف بروتين اللي موجودين اللي هي المايسين وعندي مين؟ وعندي اللي هي الاكتين. طيب في حاجات تانية هتعملوا عليها كومنت؟ طبعا في هنا اللي هي انذر تايب اوف بروتين، البروتين ده بيعمل ايه؟ قال لي هنا ده هسميه الام لاين اكستند في اللي هي الميدل اوف الساركومير، ماشي في الميدل اوف ساركومير. الام لاين في هنا بروتينز بيبقى موجود كده في اللي هي
بيبقى واضح هنا بيعمل ايه، بيعمل سبورت اللي هي للمايوسين فيلمنت. يبقى عندي هنا في قال لي هنا عندي اللي هي الام لاين، والام لاين ده اللي موجود، الام لاين ده بيكون في السنتر اوف ساركومير اللي هي، او في السنتر اوف اللي هي المايوسين اللي هي الجزء اللي هي الموجود عندي. طيب وكمان في قال لي ده كمان بيبقى في بروتين ماسك السيك فيلمنت مثبتها في مكانها اللي هو البروتين اللي احنا عملناه. يبقى اول لاين عندي هنا الام لاين. طيب هنا من واضح من الشكل ده ان في alternation بين اريا بتبقى light area واريا بتبقى dark شوية، هتبان عندي under microscope في الهيستولوجي لما اشوفها. طيب الاريا هنا دي هسميها كلمة ايه؟ قال لي هنا في كلمة band يعني ايه؟ يعني اللي هي part هلاقيه dark، في part تاني ممكن الاقيه light، البارت اللي هي ال A band وال I band. طيب هنا كلمة I band يعني part هيكون light part، اللايت بارت هنا تسمى اي باند اللي هي، لانه هنا ده اختصار لكلمه اللي هي ايزو، كلمه ايزو تروبيك، يبقى ده اختصار لكلمه اللي هي ايزو تروبيك. ايزو تروبيك مين؟ اللايت. طيب ده اكستند فين؟ قال لي شايف هنا لو انا معلمها على اللي هي اللايت هنا من الاند اوف اللي هي الثيك فيلمنت اللي موجود عندي في وان ساركومير، والاند اوف اللي هي الثيك فيلمنت في انذر يونت من الساركومير، انا هنا عند واحدة ساركومير واللي جنبها، فدي نهاية السيك فيلمنت هنا ونهاية الثيك فيلمنت هنا. يبقى الاي باند دي اللي واضح فيها اونلي ايه؟ اللي واضح فيها هنا بس ثين فيلمنت، يبقى دي هسميها ايه؟ هسميها اي باند. طيب في جزء هنا تاني جنبها بسميه A band. A band ده هنا جاية منين؟ قال هنا جاية من كلمة اللي هي an اللي هي النفي ليها، an isotropic، an isotropic يعني اللي هي غير مضيئة. isotropic مين؟ ان هي دي light اللي هي هنا منورة، وان isotropic يعني اللي هي dark. طيب هي مشيت فين اللي هي ال A band؟ قال لي ال A band واخده اللي هي حدود اللي هي من ال one end of اللي هي المايوسين فيلمنت اللي هي another end في same ساركومير، في نفس الساركومير انا مشيت هنا A band و I band. ال A band في same ساركومير سوري، وال I band واخده جزء من وان ساركومير والانذر ساركومير. طيب يبقى احنا خدنا كده ايه؟ في جزء فاتح والجزء الغامق. طيب بص لي اكتر كمان على الجزء اللي هو الاي باند. الاي باند بيميزها ايه؟ قال لي الاي باند لقيت هنا في غير الام لاين اللي كان موجود ده اللي شاورنا عليه وقلنا الام لاين، لقيت ان في جزء هنا اهو ده نهاية مين؟ ده نهاية اللي هي اللي هي السين فيلمنت. طب ومن الناحية التانية في هنا ايه؟ قال لي في نهاية الثين فيلمنت. طب هتسمي الاريا دي اللي ما وصلتش فيها الثين فيلمنت وعملت اوفر لاب على السيك فيلمنت او على المايوسين هسميها ايه؟ قال لي هسميها اتش زون. تبقى ايه هي الاتش زون؟ الاتش زون دي ريجون في الميدل اوف ساركومير. ادي هنا الاتش زون، هي زون في منتصف اللي هي الساركومير اللي موجودة عندي. طيب فيها ايه؟ قال لي السين فيلمنت ما بتوصلش وتعمل اوفرلاب على الثيك فيلمنت، يبقى السين فيلمنت ما وصلتش فيها، فلاقيها برضو بتدي ايه؟ بتدي هنا اللي هي جزء بيبقى شوية اللي هي لايت عند الجنبين اوف الام لاين. طيب يبقى انت كده لما بصيت رحت واخدة واحدة مايو فايبر، واحدة مايو فايبر رحت واخدة منها اللي هي الجزء اللي هي فيها اللي هو الساركومير. الساركومير ده بدأت ادرسه. الساركومير ده احنا بنقول عليه كلمة ايه؟ بقول عليه كلمة الفانكشنال يونت اوف ايه؟ الفانكشنال يونت اوف السكيليتال ماسل. يعني ايه كلمة فانكشنال يونت؟ يعني هي وحدة وظيفية، هو اللي بيقوم بوظيفة العضلة، هو اللي هيقوم بعملية الكونتراكشن. غير كلمة اناتوميكال يونت، اناتوميكال يونت اللي هي الوحدة التشريحية او اليونت اللي بيكونها. طيب الساركومير ده عبارة عن ايه؟ قال لي هو الجزء اللي هو بين الزجزاج لاين ده اللي هو الزد لاين هنا والزد لاين الناحية التانية، ده اسمدي اللي هي بارت من الساركومير اللي واضح عندي هنا في ايه؟ في تلاتة ساركومير كاملين واضحين. طيب اقول فيهم ايه؟ قال لي فيهم ثيك فيلمنت، ادي الثيك فيلمنت هي المايوسين، واللي هي الثين فيلمنت بنسميها اكتن، والثيك فيلمنت دي اللي هي موجودة فين؟ موجودة
في اللي هي الميدل اوفيس ساركومير، السيك فيلمنت دي اللي هي هتعمل هنا الجزء اللي هو الدارك او اللي بنسميه اللي هي الاي باند. يبقى الاي باند ده المكان اللي الثيك فيلمنت موجوده فيه. طيب وبعدين هنا في اللي في جزء فاتح اللي هو الاي باند من نهايه 1، لو بصيت هنا اهو الاي باند وحبيت اعملها ادي نهايه هنا اللي هي الثيك فيلمنت في 1 ساركومير، والثيك فيلمنت ان انذر ساركومير، يبقى دي على طول احط عليها برضو واكتب عليها ان دي اللي هي ايه اللي هي الاي باند. يبقى هنا ده كده التفصيل بتاعها. تعالوا بقى نبص عليها، ان احنا اتفقنا اللي هي الساركومير ده فانكشنال يونت عايزه اعرفها واعرف ايه اللي هيتغير فيها. الساركومير ده الجزء اللي امتد بين زد لاين اند الاذر زد لاين، فيها اللي هي السيك فيلمنت اللي هي موجوده وفيها الثين فيلمنت عندي. السيك فيلمنت اللي هي لونها اللي هو الريد عندي هنا، والثين فيلمنت اللي هي باللون البلو، وده اللي هي وحده اللي هي الساركومير. والساركومير امتدت بين اللاين اللي احنا قلنا الزجزاج لاين اللي موجود عندي، واتفقنا ان هي كلمه فانكشنال يونت للمسل يعني اللي هي بتقوم بالوظيفه بتاعه العضلات، يعني هتقوم بالكونتراكشن والشورتج، يعني لما هتيجي العضله اللي هي العضله تنقبض هلاقي الساركومير هنا تبتدي ايه تبتدي تتحرك وتدخل كده، فتبتدي يحصل فيها شورتنج والعضله كلها تبتدي ايه تبتدي تكسر. طيب نراجع بقى الكلام اللي قلناه. خدت وحده مايو فايبرز، المايو فايبرز اللي انا خدته هنا فيها ايه، قال لي هنا المايسين فيلمنت، المايسين فيلمنت اللي هي هنا كانت الريد كلر بتاعي، يبقى هنا خدتها اهي نعيدها تاني. هنا المايو فايبر، المايسين فيلمنت، المايسين فيلمنت هنا دي سيك فيلمنت موجوده في الميدل ريبريزنتد بايه اللي هي الكلر عندي الاحمر، يبقى دي اللي هي هنا ده المايسين. طيب والاكتين، اكتين برضو زي الرسمه بتاعتي اللي هي هنا البلو، والاكتين ماسك باللاين ده اللي هو بنقول عليه اللي هو الزجزاج لاين اللي موجود او الزد لاين. الزد لاين ده اللي فصل وحده الساركومير. طيب الساركومير دي اللي هي الريجن الموجودة عندي واللي اتفقت عليها وقلت انها الفانكشنال يونت اوف ساركومير، امتد فيها الجزء بتاعي اللي هي الاي باند. الاي باند من حدود اللي هي المايوسين، وادي الاند اوف اللي هي المايوسين بدايتها ونهايتها هي لما تبقى واضحة دي اللي هي الاي باند. ايه يعني ان ايزوتروبيك؟ طيب وجوه هنا في اللي هي الاي باند اللي هي مين اللي هي في الميدل في الاتش زون. الاتش زون لقيته هو ايه، قال لي ده الجزء اللي ما وصلتش فيه مين، اللي ما وصلتش فيه اللي هي الثين فيلمنت. فالجزء ده في منتصف الجزء ده في مين، قال لي فيه الام لاين. الام لاين اللي فيه بروتين، البروتين ده اللي هو بيثبت مين، بيثبت اللي هو المايسين ده موجود في اللي هي الام لاين، كونتين بروتين ماسك او عامل هولد للمايسين. طيب والاي باند، الاي باند بتاخد من حدود 1 ساركومير والانذر ساركومير اللي هي اللي جنبها، يعني من نهايه مين، قال لي نهايه المايسين هنا في 1 ساركومير ونهايه المايسين هنا في الانذر ساركومير، دي عملت ايه، عملت اللي هي الاي باند. دي هنا اللي هي الوصف اللي انا عايزاه في الفسيولوجي، وده الشكل هنا اللي هي المهم وهيجي عليه اسئله كتيره في الام سي كيو. اولا لازم تحط في دماغك حاجه مهمه جدا، ان عمليه الشورتنينج للساركومير، الساركومير اللي هي عندي هنا بيبقى اللي هي اللي هي اللينس بتاعها 2.2 مايكرومتر، اللي هي لما بيحصل لها شورتنينج تقصر، ده هيكون معناه كلمه ايه، معناه كلمه سلايدنج للاكتين اوفر المايسين. لاحظ ان هنا المايسين عندي اللي هو اللي هنا باللون الجرين، المايسين ده هيفضل ثابت ما بيتحركش. طيب ومين اللي بيتحرك عليه من سلايدنج؟ سلايدنج يعني بيتزحلق عليه، هو مين، قال لي هو الاكتين السين فيلمنت اللي المره دي هنا باللون ايه، باللون الريد. فلما بتعمل السلايدنج ده بتعمل ايه، قال لي بتسحب معاها الزد ديسك او الزد لاين لجوه، فبيحصل كلمه شورتنينج. يبقى انت عندك هنا لما بتتكلم السين فيلمنت بتشد او تعمل بول للزد لاين، اللي هي الزد لاين ده اللي ماسك بيه او حدود اللي هي الساركومير، فالساركومير بيحصل لها ايه، بيحصل لها شورتنج. طيب مين اللي لازم تفتكروا انه هيقف ثابت مكانه؟ اللي هيقف ثابت مكانه هو المايسين. المايسين هنا ما بيتحركش، المايسين هو هيحرك مين، هيحرك اللي هي الاكتين، يعمل له اللي هي كلمه اللي هي السلايدنج اللي حصل عندي هنا، ويحرك معاه اللي هي الزد لاين، فيبتدي اللي هي الساركومير كوحده تقصر وبقيه
الوحدات معاها تقصر، يبقى تبتدي تعمل عملية الكونتراكشن. طيب فيجي في الام سي كيو جزء مهم جدا جدا اللي هي اثناء المسل كونتراكشن، ايه اخبار السين فيلمنت والثيك فيلمنت؟ قال لي طيب السين فيلمنت هتعمل ايه؟ بتقرب من بعضها، هي السين فيلمنت بتعمل سلايدنج اوفر الثيك فيلمنت، فبيحصل ايه؟ بيحصل شورتن اللي هي او بيقصر اللي هي وحده الساركومير، يبقى الفايبر بيحصل فيها شورتن. طيب بيقول لك اعمل كومنت على حاجات مهمه، ايه الحاجات المهمه اللي هلاحظها؟ اعمل هنا على الاي باند وعلى الاي باند، واعمل على اللي هي الاتش زون. طيب هبص كده وركز معايا في الاي باند، هنا الاي باند باينه فين؟ سوري هنبتدي الاول هنا، ماشي نبتدي بالاي باند. الاي باند دي منين؟ قال لي الاي باند هنا باينه اهي من نهايه اللي هي المايسن، وادي نهايه الانذر مايسن، دي اللي هي الاي باند. طيب ركز معاها في اللي هي الكونتراكشن اللي بيحصل. طيب مع الكونتراكشن اللي هيحصل بلاقي ايه؟ بلاقي هنا اللي هي السلايدنج اللي حصل، هلاقي هنا بتبتدي العضله دي ايه؟ هتبتدي الاي باند دي شايف بتقرب من بعضها، يبقى حصل فيها ايه؟ هي قلت شورتج اللي هي هنا اللي هي قلت. طب ومعاها مين كمان بيقل؟ معاها اللي هي الاتش هنا اللي هي الاتش زون، الاتش زون اللي كان بالنهايه اهو ده كده الثين فيلمنت هنا في الجنبين، ما كانتش واصله للجزء ده من اللي هي المايوسين، فالاتش زون هنا دي كده لما بعمل كونتراكشن بيحصل لها ايه؟ شايف هنا ركز مع الاتش زون ومع اللي هي الاي باند، ادي الاتش زون هلاقيها ايه؟ بدات تقل هي والاي باند تقل. طيب ومين اللي ثابت ما بيقلش؟ مين اللي ثابت اللي هي اللينس بتاعه ما بيتغيرش؟ اللي هي اللي ما بيتغيرش اللي هي الاي باند. فيجي يقول لي اثناء المسل كونتراكشن السين فيلمنت بتشد اللي هي او بتعمل سلايدنج على اللي هي الثيك فيلمنت، فهلاقي فيه عشان تعمل اللي هي الاوفرلاب على السين فيلمنت دي هلاقي في حاجات اتغيرت. يقول لي ايه اللي اتغير فيه اللي هي الويدز بتاعه؟ هقول ان هي الاي هتفضل ثابته، الاي باند فضلت ثابته، لكن الاتش زون والاي باند حصل لها ايه؟ قلت. ليه؟ لان انا بشد على الزد لاين، لما بعمل كونتراكشن بشد بحرك هنا الثين فيلمنت تتحرك وتعمل مور اوفرلاب على السيك فيلمنت فيقل الاتش زون، بشد على اللي هي الزد لاين هنا فبيبتدي اللي هي الاي باند بتقل، لكن الاي باند بتفضل ثابته. ودي مهمه قوي في اسئله الام سي كيو، هتلاقي عليها كتير قوي في الام سي كيو اللي هي يقول لك حصل ايه او ايه اللي تشينج اللي حصل او مين اللي هي اللي فضل ثابت. طبعا اديك هنا شايفين نتيجه للكونتراكشن بتاع العضله ونتيجه لان انت بتعمل شورتج في وان ساركومير، فهم كلهم بيسحبوا مع بعضهم او بولت وبيحصل شورتج في اللي هي العضله كلها على بعضها، وده اللي بيبقى ترانسميتد للتندون، وبالتالي بيبقى عندي ايه؟ بيبتدي هنا الحركه تحصل في المصل. يبقى قلت لكم البوينت دي هي المهمه عندنا لما نيجي نشرح في اللي هي الام سي كيو او ان هنتعرض لاسئله ام سي كيو. طيب ايه بقى المصل بروتينز اللي احنا قابلناهم؟ طب ما انا خلاص انا عارف انا قابلت ايه من المصل بروتين. قال لي المصل بروتين اللي قابلناهم هنبتدي باول واحد اللي هي المايسن او اللي هي السيك مايو فيلمنت. طيب هي بيتكون من ايه اللي هي المولكيول بتاعي اللي هي المايسن مولكيول؟ قال لي هنا هنبص على المولكيول ده كده 1 مايسن مولكيول، فهلاقيه عباره عن ايه؟ قال لي هتلاقيه عباره عن 2 هيفي تشين، وفي هنا الاثنين دول كده 2 لايت تشين، او اللايت تشين هنا اللي موجوده عندي. الهيفي تشين دول بيعملوا ايه؟ قال لي هو عباره عن فيلمنت اهو، وهي في اتنين اللي هي مشاركين اللي هم الاثنين دول عاملين اللي هو الهيليكس اللي هو المزدوج ده اللي موجود عندي. يبقى الثيك مايو فيلمنت هنا اللي هي اللي بتتكون من البروتين اللي اسمه المايوسين، كونت اللي هي الوحده بتاعت اللي هي المايوسين مولكيول. المايوسين مولكيول ده عباره عن ايه؟ عباره عن جزء اللي هو ده اللي بسميه
ميلتين، وعبارة عن جزء هسميه هنا كده باختصار اللي هي الهيد. التيل ده بعتبره ايه؟ بعتبره هو الكور اللي هي ايه؟ الكور بتاعي اللي هي او الجسم بتاعي اللي هي المايوسين فيلمنت. المايوسين فيلمنت دي الكور اللي موجود ده كده اللي هي في النص ده، هو عبارة عن التيل اوف المايوسين موليكيول. طيب والمايوسين موليكيول ده بيتكون من ايه؟ قالت مايوسين موليكيول ده اللي هو الجزء التيل عبارة عن تو هيفي تشين. الهيفي تشين دول عاملين هاليكس وملفوفين على بعض، وبعدين التو لايت تشين اللي هي هنا مع بيتحدوا مع الاند او مع نهايات اللي هي الهيفي تشين، وبيعملوا اللي هي التو هيد. فعليه هيكون اللي هو الموليكيول عبارة عن ايه؟ عبارة عن اللي هي التيل واللي هي الهيد. طيب يبقى عندي دي كده لما ببص عليه جلوبيولار هيد اللي موجودة هنا، ودي هنا بتبين اللي هي اللايت تشين اللي عندي اللي هي تو لايت تشين هنا وهنا، وده اللي هي الهليكس اللي ملفوف ده اللي هي او الكويل اللي معمول منه التيل. طيب اتعمل ازاي بقى الفيلمنت اللي موجودة عندي؟ قال لي اهو في حوالي ايه؟ قال لي في حوالي مثلا من 30 من 300 ل 500 من المايسن بوليكيول بيتجمعوا اهم وبيتكونوا لي مين؟ بيكونوا المايسن فيلمنت. يبقى ادي كده وحده مايسن بوليكيول اللي احنا شرحناها لما بتتجمع مع بعضها بتكون المايسن فيلمنت. المايسن فيلمنت الجزء اللي هو اللي موجود عندي فيها ده كده اللي هو بسميه ايه؟ اللي بسميه اللي هو الكور بتاعها او الجسم بتاعها، وطالع منه اللي هي الهيد اللي هي هنا دي اللي خارجه منه. طيب في نقط مهمة جدا موجودة عندي هنا في الجزئية دي، ايه اللي موجود عندي هنا مهم؟ طيب المهم عندي هنا ان لما هبص واخد هو ده كده مايوسين فيلمنت او الثيك فيلمنت اهي موجودة اللي احنا شفناها في الرسمة الاولى، وده كده الام لاين، وقلنا الام لاين فيه بروتين، البروتين ده بيعمل هولد للمايوسين فيلمنت ويثبتها في مكانها. طيب هاخد وحدة اللي هي الموليكيول اللي هخرجها بره، وادي لقيت اللي هي الجزء التيل، وادي لقيت الهيد اللي انا اتكلمت عنها. طيب بين اللي هي التيل اللي هيعتبر ان هو بيكون الكور اوف اللي هي ده كده اللي هو الجزء الكور اوف مايوسين فيلمنت، وبين الهيد بلاقي فيه الجزء ده اللي هسميه كلمه اللي هي الارم، او هسميه كلمه اللي هي النيك، او الهنج. الهنج زي مفصلات موجوده عندي. بتعمل ايه المفصلات الموجوده دي؟ دي بتعمل فليكسبيليتي. هنا في نقطتين بيبقوا فليكسبل في الاريا دي، عند نقطه خروجها من التيل هنا دي الحته دي او الجزء ده بيبقى فليكسبل، وعند الهيد هنا معايا مع اللي هي الكونكشن بتوين الهيد والارم دي بيبقى فليكسبل. طيب والفليكسبيليتي دي بتعمل ايه؟ قال لي لان المايوسين هيد دي محتاجه انها تعمل حركه، الحركه بتاعتها انها تعمل ايه؟ لما بتوصل هنا كده الهيد وتتحرك بتعمل ايه؟ لو انا عندي هنا جزء اكتن فيلمنت مثلا وانا باجي ازقها هساعدها انها تعمل سلايدنج، فانا ببتدي اتحرك كده لقدام، بتتني زي ما هشوفها دلوقتي، بتعمل بيندنج اللي هي ده. فهنا الحركه بتاعتها انها تتني لازم تكون ايه؟ لازم تكون فليكسبل. يبقى هنا المايوسين ده عندي اللي هي الهيد فيها حاجات كتيره مهمه. اول حاجه بدانا عليها اللي هي كلمه ايه؟ كلمه هنج. الهنج دي هي البوينت اللي هي مكان او نقطه خروج اللي هي الارم بالهيد من الكور بتاع الثيك مايوفيلمنت. طيب هنا دي بتسمح بايه؟ قال لي هتسمح بشوية حركة تعملهم الهيد، الحركة اللي تعملهم الهيد انها تيجي تتني لقدام وبعد كده ترجع ايه؟ ترجع لورا. يبقى الموفمنت اللي هي الباك اند فورس موفمنت اللي هي هتعملها اللي هتساعد في الكونتراكشن بتاع العضلة. طيب في ايه كمان في الهيد؟ قال لي لا ده الهيد دي كمان لسه فيها اماكن كتيره مهمه، فيها مكانين مهمين بنقول عليهم اللي هي كلمه بايندينج سايت، فيها اكتين بايندينج سايت. ده الاكتين ده اللي انا اتعرفت عليه اللي هو الثين فيلمنت، في مكان هيمسك فيه هنا عند الهيد اوف المايسين، وفي مكان تاني بيمسك بيه اللي هي الاي تي بي. الاي تي بي ده اللي هو السورس اوف انرجي اللي موجود في جسمي، فانا عشان اعمل كونتراكشن في عضله انا محتاجه مصدر للطاقه، مصدر للطاقه اللي هو الاي تي بي، ويبقى فيها كمان اللي هي المايسين فيها اي تي بيز اكتيفيتي، هتكسر الاي تي بي وتحوله اللي هي بحوله لمين؟ قال لي
هتحوليه للاي دي بي، واللي هي الاي دي بي والان اورجانيك فوسفيت، وبيخرج ايه؟ وبيخرج اللي هي مصدر الطاقه بتاعي او الانرجي. يبقى هنا ده كده على بعضها، دي مين قال لي على بعضها؟ دي كده الثيك فيلمنت اللي انا حطيتها، والثيك فيلمنت اللي هي او الثيك مايو فيلمنت اللي موجوده عندي بتتكون من بروتين. البروتين ده سميته ايه؟ سميته المايوسين، والمايوسين ده المايوسين موليكيول اللي موجوده عندي. طيب كل وحده مايوسين موليكيول ليها ايه؟ قال لي كل واحده منهم ليها تيل موجوده اهو، اللي هي التيل ده قلنا اللي بيمثل ايه؟ بيمثل الكور. ادي ده كده الجزء بتاعي الكور اللي هو الجسم اللي موجود عندي اوف ثيك مايوفيلمنت. طيب وخارج منه ايه؟ قال لي لا بيخرج منه اللي هي الهيد اللي خارجه منه اهي. طيب الهيد دي بروجكت من الكور. طيب المايسن هيد دي هنا دي فيها ايه او ايه اللي بيميزها؟ قال لي المايسن هيد دي فيها مكان للاكتين بايندينج سايت، ده اللي هو هسميه الاكتف سايت. طيب وفي مكان للي هي البايند مع اللي هي الاي تي بي، والاي تي بي هنا بيتكسر وبيدي اللي هي اي دي بي والانورجانيك فوسفيت، وهو ده مصدر الطاقه اللي موجود عندي. فهيكون فيها مكان يمسك بيه الاي تي بي والاي ليها اي تي بيز اكتيفيتي. طيب وفيها ايه كمان؟ واتفقنا ان ليها اللي هي عند مكان خروجها هنا بيبقى فيها اللي هي الهنج. الهنج حاجه زي مفصلات بتسمح بفليكسابيليتي، الفليكسابيليتي واليونه في حتتين، مكان خروجها من هنا، مكان خروجها من اللي هي الكور، وهنا عند نقطه اللي هي الهيد، فتسمح بحركه الهيد دي، تسمح بالهيد تيجي لقدام وبعدين ترجع ايه؟ ترجع لورا. يبقى هنا هتساعد على الكونتراكشن. طيب قال لي لسه في حاجة مهمة هنا برضو لازم ايه؟ لازم نقف عندها، ان هنا ايه؟ ان ده كده لو انت رسمتها هتقول لي ده كده مين؟ قال لي ده كده الكور بتاعي. ده الكور بتاعي خرجت منه ايه؟ قال لي خرجت منه مين؟ خرجت منه اللي هي الهيد، والهيد دي ليها زي الارم كده، وقلنا في نقطتين هنا فليكسيبل. عند خروجها هنا اللي هي حتة الهنج اللي موجودة دي اللي هي اللي موجودة عندي سمحت لها بايه؟ سمحت لها بالفليكسابيليتي في منطقة خروجها اللي هي من البودي أو من الكور. وهلاقي في أنظر فليكسابيليتي هنا أو اللي هي برضو ليونة موجودة بين الهيد وبين الارم دي. طيب هنا دي هنا سمحت لها بايه؟ قال لي اهو سمحت لها انها تتحرك كده. طيب الجزء ده بقى بسميه ايه؟ اللي هو الجزء هنا اللي هي السيك فيلمنت دي، او اللي هي الجزء اللي هو الهيد هنا والارم ده كده، بسميه كلمة ايه؟ بسميه كلمة كروس بريدجز. يبقى الجزء ده على بعضه بسميه كلمة اللي هي كروس بريدجز. اللي هنا هيساعد في عملية ايه؟ قال لي لا ده هنا ده اللي هو مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن اللي هي عملية اللي هي السلايدنج. هيمسك هنا بالاكتن ويبتدي يسحب الاكتن هنا لجوه، فتحصل اللي هي الموفمنت او الكونتراكتيليتي. يبقى هنا ايه هي الكروس بريدجز؟ الكروس بريدجز بتاعتنا اللي هي المايسن هيد، ومعاها كمان لازم تعرف اللي هي الجزء بتاعها اللي هو الارم هنا دي اللي خارجه. يبقى الجزء ده كده كله اللي هي اللي خرج من الكور ده كله بقول عليه ايه؟ بقول عليه كروس بريدجز. ده المسؤول عن ايه؟ مسؤول عن السلايدنج اوف اكتين زي ما هشوف دلوقتي، وبيعمل ايه؟ بيعمل الموفمنت. يبقى انت هنا لما اتكلمت ده الاماكن بتاعه الاكتين والمايسن، وهنا في كلمه اللي هي الكروس بريدجز اللي احنا شرحناها. دي الكروس بريدجز اللي هي البروترودنج ارم مع الهيد، ودي تكتبها عندك في كتابك لو هي مش واضحه، ان البروترودنج ارم اند الهيد بتكون او فورم الكروس بريدجز. الكروس بريدجز هنا اللي هي البريدج او الكوبري اللي انا هعمل بيه كونكشن بين الثيك فيلمنت وبين السين فيلمنت زي ما هتعرف عليها دلوقتي. يبقى دي كلمه ايه اللي هي الكروس بريدجز. وخلصنا اللي هي الشكل اللي هي الثيك فيلمنت، وشفنا الليونة او فليكسيبيليتي عند نقطة اللي هي خروجها من الجسم، وعند الهيد هنا بلاقي فيها اللي هي الليونة. طيب الثين فيلمنت، الثين فيلمنت هنا هتكون بالبساطة بتاعة الثيك فيلمنت ولا ايه؟ شوية طيب اتعرف على الثين فيلمنت. دي كده اللي هي الشكل ده كده اللي هي كده على بعضه بسميه ايه؟ هسميه ثين فيلمنتس. طيب انا شايفه كده تقريبا حتى ان هي تلات الوان، شايفه في اللي هو اللي هنا اللي هي الاول ده كده البلو، شايف
في هنا اللي هي حاجة زي الشريط اللي هي شوية براون، وشايفة اللي هي اللي مع بعض دول كده باينين اللي هي ثلاثيات دي لوحدها اليولو. يبقى انا هنا الثين فيلمنت دي اكيد هتبقى ايه، اكيد هتبقى عبارة عن ثلاث انواع من البروتينز موجودين عندي. احنا لما اتكلمنا عنها ببساطة وقلنا انها الاكتن، لا دي مش بس كده، دي اكتن وتروبومايوسين وتروبونين. يبقى في عبارة عن كام نوع للثين فيلمنت، او بتتكون من اللي هي ايه اللي بتتكون من 3 بروتينز اللي هم الاكتن وتروبومايسين وتروبونين. فين هم اللي هي دول اتعرف عليهم؟ قال لي اتعرفوا على اول واحده اللي موجوده عندي اللي هي مين، الاكتن مولكيول. اكتن مولكيول ده انا خدتها بره، دي عباره عن ايه، دوائر، هي عباره عن سفيركال مولكيول اللي هي كده جلوبولر، انا بنسميه جلوبولر اكتن او اللي هي سفيركال مولكيول. وملاحظين ان فيها ايه، قال لي فيها هنا مكان اهو متعلم، ده قال لي ده البايندينج سايت فور اتاتشمنت وذ المايسين اللي هي ايه، المايسين ايه، قال لي المايسين كروس بريدجز اللي انت تعرفت عليها، اللي انت قلت كده ادي الكور بتاع المايسين، خرجت منه ايه، خرجت منه الجزء بتاعي اللي هو كان اللي هي الارم، وفي اللي هي الهيد هنا، فهي الجزء اللي هي ده كده ده الكروس بريدجز بتاعي. فهنا علشان امسك هنا من المايسن هنا امسك فيه الاكتن، فقال لي ده المكان اللي هتمسك فيه في الاكتن، فده بسميه المكان ده بسميه الاكتف سايت. ليه سميته الاكتف سايت؟ لان بمجرد ما المايسن مولكيول يمسك بالجزء الاكتف ده هيبتدي تدي كلمة أكتف، يعني عضلة هتعمل كونتراكشن، يبقى عملية الكونتراكشن هتحصل. طيب المولكيول ده بيعمل ايه؟ قال لي المولكيول ده هيبتدي الأول يكون اللي هي فيلمنت، اللي هي يكون هنا خيط معاه، أو اللي هي الفيلمنت هيترص كده اللي هي الأكتن اللي هي جلوبولر اللي هي اللي مع بعضها دي، وتكون هنا وان فيلمنت. وبعدين اللي هي يبتدي اللي هي المولكيول يبقى متكون من شريطين عاملين اللي هي الهيليكس اللي هي الأكتن هيليكس اللي هم ملفوفين على بعضهم دول، يبقى ده الاكتن. وده فيه ايه، قال لي ده فيه هنا مكان مهم جدا اوعى تنساه اللي هو البايندينج سايت اللي بيمسك اللي هي بالمايسن، ده اللي بسميه الاكتف سايت. طيب يبقى هنا الاكتن ده مع المايسن لما هتيجي في الام سي كيو تحل يسموهم لي كلمه كونتراكتايل بروتين ويقول لي اختار. يبقى لما يقول لي اختار مين هم الكونتراكتايل بروتين، هختار مثلا ايه لو كان مكتوب عندي اللي هي مايسن، او اللي هي مكتوب عندي مين، مكتوب عندي الاكتن. يبقى الاكتن اند المايسن ار ايه، كونتراكتايل بروتينز، لان هم اللي مسؤولين عن الكونتراكشن. طيب اتعرف على الباقيين، انا قلت الثين فيلمنت 3 بروتينز خدت اول واحد اللي هو الاكتن، وعرفت اللي هي النقطه المهمه فيه اللي هي الاكتف سايت اللي موجود فيه. طيب ايه الاثنين التانيين؟ قال لي في واحد اهو الشريط ده كده اللي موجود عندي، وده سميته تروبو مايسن. طيب وفي ايه؟ قال لي في ثلاثه كده هم دول جلوبولر كده واضحين عندي اللي هم ثلاثه كده، دول هسميهم اللي هي التروبونين اللي هي ده بقيه اللي هي السين فيلمنت، ويبقى وضعهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. جبت التروبومايسن وعملت ايه في الرسمه بتاعتي، انت شايف بيعمل ايه التروبومايسن من غير ما اقول لك؟ اه ده بيعمل كفر للاكتف سايت هنا، كفر يعني غطاه يعني ايه، يعني خلى المايسن ما يقدرش يوصل له. طيب ومين مساعده على انه يغطي اللي هي الاكتف سايت؟ قال لك اه ده اللي بيساعده في الموضوع ده مين؟ مساعده في الموضوع ده التروبونين. فهنا يبقى الاثنين دول تروبومايسين اند تروبونين ار ريجولاتوري بروتينز. ليه ريجولاتوري بروتينز؟ هو هنا ليه؟ لان وظيفتهم او الرول بتاعهم انهم يعملوا ايه، كفرنج اللي هي او اكسبوزنج للبايندينج سايت. يعني انا هنا عامله كفرنج، طب انا هفضل على طول عامله كفرنج؟ كانت العضله من عمرها ما هتبقى كونتراكتد، يبقى لازم بعمل كفرنج واكسبوزنج، يعني اشيل واحط في لما يحصل تغيير معين هتعرف عليه دلوقتي. فهنا بيبتدي يحصل ايه، اكسبوزنج، لما تبقى اكسبوز يحصل اللي هي البايندينج سايت يبقى اكسبوز، يبقى يحصل انتر اكشن مع الكروس بريدجز، ويحصل انتر اكشن بين الاكتين والمايسن، يبقى دي عمليه الكونتراكتيليتي او الكونتراكشن. طيب التروبومايسن انا خلاص عرفت ان التروبومايسن ده عباره عن بروتين ماشي في صوره شريط مغطي اللي هي الاكتف سايد اللي موجود عندي. طب عرفونا على التروبونين ده اللي هي اللي عباره عن ثلاث اجزاء، ايه هو التروبونين ده؟ قال لي اه التروبونين ده بقى احفظ
اسمعي، في تروبونين اللي هي اي، تروبونين تي، وتروبونين سي. طب وانا ازاي كده هحفظهم؟ هقول لك هنا، هنحاول ان احنا نشوف تروبونين سي ده كده. يبقى انا عندي هم الثلاثه اللي كانوا مرسومين قدامي في الرسمه اللي قبل كده، اللي هي ايه، قال لي الرسمه اللي قبل كده اللي رسمت فيها الثلاثه اللي هي كانت عباره عن الشكل ده كده، ادي هم دول. بدات اعملهم اكبرهم، كبرتهم لقيت ايه، لقيت اللي هي التروبونين سي. تروبونين سي ده بيمسك مع مين؟ قال لي طب اسهلها لك، بيمسك بيه ايونز اللي هو الكالسيوم ايون. يبقى ادي السي بتاعه الكالسيوم مع تروبونين سي. يبقى انت تفضل حافظ لما يجي لك هنا في الام سي كيو وظيفه التروبونين سي ايه. تروبونين سي ده اللي بيمسك مع الكالسيوم ايونز لما بيظهر. طيب التروبونين اللي وراه تروبونين ايه؟ قال لي تروبونين تي. طب وتروبونين تي ماسك مع مين؟ ادي اللون البني اللي كان عندي اللي هي مع التروبومايسين. يبقى التروبونين اهو تي ماسك مع التروبومايسين، يبقى دي كده تمام. يبقى خلاص، يبقى كان المفروض الاقي تروبونين ايه، عشان هنا هو هيمسك مع الاكتين اهو، ده موجود هنا التروبونين اي. طب وليه ده تروبونين اي؟ تروبونين اي لان احنا هنا ده هنا انهيبيتوري، انهيبيتوري. الله، انهيبيتوري يعني ايه؟ هو انهيبيتوري في ايه؟ انهيبيتوري في الفانكشن بتاعته، في وظيفته، هيعمل انهيبيشن. انهيبيشن ليه؟ انهيبيشن للكونتراكشن، ده واقف في وش المايسن. يبقى انت عندك ثلاث انواع من اللي هي التروبونين. هنا علمت التروبونين اللي هي الواحد اللي هي التروبونين تي ماسك بمين؟ ماسك بالتروبومايسن. طيب وهنا في واحد تاني هيمسك باللي هي الكالسيوم اللي هو مين؟ اللي هو تروبونين سي. وانا عملت لك هنا على الاي، طبعا هي ملهاش علاقه هنا، لكن لان هو انهبيتوري بروتين فهنا بيتسمى تروبونين اي. ماسك بمين؟ ماسك بالاكتين. يبقى الثلاثه هنا تحفظهم ازاي؟ احفظهم عندي هنا تروبونين تي ماسك باللي هي التروبومايسين، واللي هي التروبونين سي ده ماسك بمين؟ ماسك باللي هي الكالسيوم اين. طيب وتروبونين اي؟ تروبونين اي ده ماسك باللي هي الاكتين، وجات التسميه بتاعته من انه انهيبيتوري بروتين. طيب ابص على الشكل بتاعي بس عشان اقرب الكلام اللي انت قلته ده. شايف هنا دي اللي هي الجزء بتاعي اللي بسميه كلمه ايه، بسميها كلمه اللي هي الكروس بريدجز بتاعتي. ادي اللي هي الارم بتاعتي، وادي الجزء اللي هي الهيد اللي هو الجزء البروترودد، الجزء اللي خارج من الكور بتاع اللي هي الثيك فيلمنت اللي هي المايوسين فيلمنت. طيب علشان هنا اعمل كونتراكشن لازم ايه؟ لازم يحصل بايندنج بين المايوسين وبين الاكتين. هنا مين واقف في وشه؟ شايف واقف في وشه مين؟ تروبونين اي. تروبونين اي هنا هو وتروبونين سي واللي هي التروبونين تي مثبتين التروبومايسين، ومخلينه مغطي وعامل كفر تماما للبايندنج سايت. انا مش شايفه بايندنج سايت. طيب هو هيفضل مثبته. يبقى وظيفه اللي هي التروبونين الثلاثه دول، تروبونين اي ماسك بايه؟ ماسك بالاكتين، واقف في وش المايسين، فعشان كده سميته الانهيبيتوري بروتين. وتروبونين سي ده اللي هيمسك في كالسيوم، وتروبونين تي ماسك في مين؟ في التروبومايسين. طيب لما يبتدي العضله دي كونتراكت، وقلت لكم انها مخزنه كالسيوم كتير في اللي هي الساركوبلازميك ريتيكولم بتاعتها، لما يجي الكالسيوم ويوصل هيمسك بمين؟ قال لي كالسيوم، يبقى يمسك بتروبونين سي. خلاص ما تلخبطش. هيحصل ايه؟ يحصل كونفورميشنال تشينجز. يعني ايه كونفورميشنال تشينجز؟ تغيير في الشكل. تغيير في الشكل يسمح بايه؟ قال لي تغيير في الشكل هيسمح للي هي المايسن انها تبقى بايند بالاكتين عند الاكتيف سايت، فتبتدي العضله دي انيشيت الكونتراكشن. يبقى انت شفت هنا مين اللي مانع اللي هي الكونتراكشن، عشان كده سميناهم ايه؟ ريجولاتوري بروتين. الريجولاتوري بروتين اللي هو التروبونين، ادي التروبونين الثلاثه اللي هي بروتين بتوعه، تروبونين اي يمسك بالاكتين، تروبونين سي ده بيمسك بالكالسيوم، تروبونين تي بيمسك بالتروبومايسين. دول هنا التروبومايسين مغطي الاكتيف سايت عن اللي هي اللي بيمسك فيه اللي هو المايسين، واللي مساعده على انه يفضل ثابت مكانه
او يتحرك هو وجود اللي هو التروبونين. طيب وتروبونين ايضا انهيبيتوري لان هو واقف وش المايسن وماسك كويس بالاكتين ومثبت اللي هي التروبومايسن مع تروبونين سي وتروبونين تي. في وصول الكالسيوم هنا الوضع هيتغير. يتغير ازاي؟ قال لي بص هنا كده وشوف ادي اللي احنا بنرسمه اهو، ده كده اللي هي الاكتين موجود عندي اللي هو الشريطين دول اللي هم بيبقوا اللي هي الهيليكس من او اكتين هيليكس اللي هي الفيلمنت اللي موجوده. في تروبونين موجود عندي اللي هم التلاتة اللي انا قلنا عليهم اللي هي تروبونين اي تروبونين تي تروبونين سي. تيجوا نجرب كده نقولهم تروبونين اي ده انهبيتوري بروتين ماسك بمين؟ ماسك بالاكتين، يبقى ده تروبونين ليه هاي افينيتي للاكتين. طيب والتروبونين اللي وراه تروبونين تي ليه هاي افينيتي بالتروبومايسن. طب وتروبونين سي ليه هاي افينيتي للكالسيوم، يبقى خلاص حفظتهم بقى وما انساهمش. يبقى هنا ده مغطيين ايه التلاتة دول؟ قال لي مغطيين اللي هي ده الحتة دي اللي هي البايندينج سايت اللي موجودة اللي انا عايز اعمل لها اكسبوجر عشان يمسك المايوسين فيها وابتدي عملية الكونتراكشن. طيب هنا ده المايوسين بايندينج سايت. طيب هنا يبقى ده كده اللي هم الباقيين. طب امتى هبتدي عملية الكونتراكشن؟ قال لي تبتدي عملية الكونتراكشن بوصول الكالسيوم اين اللي جاي ده كده مسك الكالسيوم اين ثبت فيه اللي هي التروبونين سي. شايف اول ما يعمل عمليه ادي البايندينج سايت الموجوده عندي. شايف حركه الكروس بريدج سهل اللي هي هنا الارم دي، مع انك شايف الحركه اللي كنت بقول لك عليها بيندينج. بيندينج ايه؟ يقول لي لقدام وورا موف باك اند فورس، هو راحت متحركه لقدام ورجعت ايه رجعت لورا. شفت تعاد مره تانية بوصول مين؟ بوصول الكالسيوم اينز بدات البايندينج سايت بيشيل اللي هي التروبومايسين، يحصل conformational change تغيير في الشكل بتاعها في الوضع بتاعها. بدأت exposing المين للبايندينج سايت، بدأت تبقى exposed تروح على طول الهيد اوف مايسن ماسكة بالاكتف سايت، راحت عاملة ايه بيندينج اتحانت لقدام اللي هي موف اللي هي هنا لقدام وترجع مرة تانية لورا. العملية السلايدنج دي اللي احنا هنشوفها هي دي عملية الكونتراكشن اللي ان شاء الله هنقولها في المحاضرة الجاية. طيب نبتدي بس اقول لك على حاجتين، ويعني في واحد منهم بروتين موجود في الكتاب معايا وفي واحد تاني مش موجود بس هنعرفه عشان انتوا بتاخدوا كلينيكال كيسز وبتاخدوا اللي هي ديزيز. هقول في حاجه او بروتين اسمه التايتن. تايتن بروتين ده بروتين مهم جدا، ده بيكستند في الاتجاهين البوست دايركشن بتوع الساركومير. منين؟ قال لي من الام لاين تو زد لاين. تيجوا قبل ما نشوف الرسمه نفتكر كان فين الام لاين. الام لاين ده انا لو رسمت هنا وحده ساركومير بين الزجزاج لاين يمين والزجزاج لاين شمال اللي هم الزد لاين اللي كانوا موجودين، فكان هنا اللي هي اللي بيبقى في المنتصف عندي هنا كانت اللي هي الثيك فيلمنت. الثيك فيلمنت دي كان في المنتصف بتاعها في الام لاين، والام لاين كان فيه اللي هي البروتين اللي بيثبته. طبعا ما عارفه ان الرسم بتاعي مش دقيق ومش حلو زي اللي هي اللي بيترسم، بس احنا بنتخيل. وبيقول لي هو ماشي فين في الاتجاهين من اللي هي الزد لاين، ماشي من اول اللي هي الزد لاين اللي هي الام لاين. يبقى ادي اللي هي من هنا من الام لاين للزد لاين هنا ومن الام لاين للزد لاين الناحيه الثانيه. طيب هو هنا ده بيعتبر اللارجست بروتين اللي موجود في جسمي اللي هي هنا اكبر بروتين موجود عندي في جسمي معمول من حوالي 30,000 من الامينو اسيدز. طيب ايه اهميته التايتن ده؟ قال بص التايتن ده انت قلت لي ايه؟ قال لي قلت لي هنا ان هو ماشي بين الزد لاين وبين الام لاين. طيب هو هنا لما بالوضع ده اللي هو الاكستندد كده جمع ايه؟ قال لي لا ده هنا بيحاول يثبت، وحتى ممكن تكتبها في كتابك، تكتب اللي هي التايتل لان انت مش هتلاقيه عندي في الكتاب. ارجع حالك تاني extend in both direction from M line to Z line at a position at opposite end of sarcomere على الجنبين بتوع السركومير، وده largest protein. اكتبها في الكتاب واكتب ان هو بيعمل ايه. قال لي نتيجة للextension بين اللي هي ال M line وبين Z line، فهو الextend ده هنا بيثبت اللي هي الميوسين فيلمنت
stabilize the position of thick filament in relation to thin filament. ادي thin filament اللي هي الاكتين وادي اللي هي thick filament اللي هي ايه اللي هي الميسن. دي thin filament يبقى ده ايه؟ يبقى ده الزد لاين لان thin filament هي اللي ماسكه بالزد لاين, وده يبقى الام لاين لانه بيبقى في منتصف اللي هي thick filament. طب بيعمل ايه؟ بيحافظ على البوزيشن اوف thick filament in relation to thin filament. دي واحده من الوظائف بتاعته. طيب في حاجه تانية مهمه, انت لو بصيت على التايتن في اي اللي هي انيميشن او صوره هلاقي ان هو عامل زي السوسته, زي الحاجه الزمبوركي كده, شايف حتى هي موجوده هنا ايه زي السوسته اللي موجوده دي. طب دي بتعمل ايه الشكل ده؟ قال لي تمنع الاوفر ستريتش على العضله, ودي حاجه مهمه جدا. يبقى انا بالشكل ده الاكستريم ستريتشنج انا ايه انا بمنعه, يبقى هنا همنع ايه انها تبقى العضله دي ريزيست الاكستريم ستريتشنج. طيب والحاجه الثانيه قال لي لا ده انا كمان هخليها يبقى فيها إيه إلاستيستي. العضلة هنا في حاجة اسمها إلاستيستي. إلاستيستي يعني العضلة دي بيحصل لها ستريتش. ستريتش يعني تقدر تشد عليها. طيب بعد ما شد عليها هنا المفروض ايه؟ يعني هنا ستريتش المفروض ان هي ترجع ايه؟ اللي هي ترجع لوضعها ريكويل. طيب يبقى دي كلمة ايه؟ كلمة إلاستيستي. يبقى مين اللي بيساعدها على الإلاستيستي؟ يبقى هنا اللي بيساعدها على الإلاستيستي السوستة دي او السبرينج اللي موجودة اللي هي التايتن هيلب اللي هي المصر اللي هي إلاستيستي. يبقى ايه هو التايتن؟ التايتن ده عبارة عن لارج بروتين مولكيول اكستند فروم اللي هي الزد لاين اللي موجود عندي للام لاين, حافظ على البوزيشن اوف المايوسين فيلمنت ان ريليشن تو الاكتين فيلمنت, منع الاوفر ستريتش للساركومير او للعضلة, والسبرينج بتاعتي او السيستة بتاعتي اللي موجودة دي عملت ايه؟ بتساعد او اوجمنت. كلمة اوجمنت هنا يعني بتدعم المصل الاستيستي, تحافظ على المصل الاستيستي. طيب الحاجة التانية واللي مكتوب ده عندك في الكتاب الدستروفين. ايه هو الدستروفين؟ الدستروفين ده مهم جدا وانت هتاخده عندك في حالات اللي هي الكلينيكال, ودلوقتي هتعرف انت هتاخده فين. الدستروفين ده عبارة عن بروتين. بروتين ده اكستند من الثين فيلمنت اللي هو الاكتين فيلمنت لبروتينز اللي موجودين فين؟ قال لي البروتين اللي موجودين في الساركو لما اللي هي دي الساركو لما اللي هي الممبرين بتاعت اللي هي المسل سيل. طيب والبروتين اللي موجود في المسل سيل كونكتد بانذر بروتين في الاكسترا سيلولار سبيس, ماسك بمين؟ ماسك بالاكسترا سيلولار ماتريكس. يبقى ده الدستروفين. يبقى الدستروفين ماسك بين ايه؟ اللي هنا كونكت الاكتين ده بالسيل ميمبرين بتاع اللي هي العضله. ده بيعمل سبورت للاكتين في مكانه, بيعمل سبورت اللي هي الساركوليما, مظبط الدنيا. ده كمان هنا هو ماسك بالبروتين اللي موجود في الساركوليما, والبروتين ده ماسك في انذر بروتين بره في الاكسترا سيلولار متثبت بالاكسترا سيلولار ماتريكس. طيب يبقى ده مين؟ قال لي ده الدستروفين. طيب قال لي الدستروفين ده لو حصل فيه خلل هيحصل مجموعه من اللي هي الديزيز بسميها اللي هي الماسكولار ديستروفي. ايه هي الماسكولار ديستروفي؟ ده اللي هي المشاكل في العضلات اللي انت هتاخد منها واحد ككلينيكال كيس تقريبا اللي هو الدوشين. الدوشين ده حصل ليه؟ ده حصل مشكله في الدستروفين. يبقى المشكله في الدستروفين عملت ايه؟ قالت ده هنا راح ما بقاش هنا نتيجه الجين ميوتيشن, ما بقاش يتكون عندي اللي هي الدستروفين, ما بقاش في اللي هي النورمال كونكشن بين اللي هي الاكتين مصل وبين اللي هي الساركوليما اللي موجوده عندي هنا ولا الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي موجوده بره. اول ما بقاش في عندي اللي هي الدستروفين بدا الخلل يحصل في الممبرين بتاع العضله, بدا يجيني حالات اللي هم بتوع الدوشين. وفي حالات تانية هو تقريبا هيكون عليكم حالة واحدة اللي هي الدوشين, ودي هتبقى ريليتد لمين؟ قال لي ريليتد اللي هي البروتين اللي انت تبقى واخده في الفسيولوجي اللي هو الدستروفين. يبقى انت كده اللي هي الجزء الاول كله اخدته, ناقصنا فيه اللي هي التيوبولار سيستم بتاع
العضله ده انا لسه ما اديتوش، لان ان شاء الله ده هيكون بدايه المحاضره الجايه اللي هي التيوبولار سيستم والساركوبلازميك ريتيكولم، لان ده هيبقى مقدمه اللي هي هنبدا بيها المحاضره الجايه اللي هنتكلم فيها عن الجانكشن بتاعي نيوروماسكولار جانكشن. وشكرا ليكم، يا رب تكونوا استفدتوا من المحاضره، وفي انتظار اسئلتكم باذن الله اللي انتوا عايزينها وتكتبوها وانا اجاوب لكم.